البنك المركزي يقول أن تم التخفيض 7%. طبعا بالنسبة لي يعني أن 27% هذه فيها حكم محكمة، وأنا هنا أستغرب من إدارة البنك المركزي. إذا كان هم غير بمصوا غضب الشعب فنقول لهم راهو الشعب يبي أن 27% تزال بالكامل، أنت عندك حكم محكمة أنها يجب أن تزال، وأنت شفت رأي الشعب، وأن اللي تشبث بها أصبح في خبر كان. فهل تريد إدارة البنك المركزي الحالية أن تكون في خبر كان؟ راهو إذا كان يظن المحافظ ومساعده أننا سنسكت فهو وهم. نحن لن نسكت على هذه الضريبة، نحن نريد للشعب الليبي أن يعيش بكرامة، ونريد الأسعار أنها تنزل. ما تجيش أنت تقول لي 7% وبعدين يطلع لك عمر تنتوش رئيس اللجنة المالية في البرلمان يقول لك احنا عقيلة صالح هذا ما لم يجتمع ولم يصدر القرار عن قاعة البرلمان. هذا لو فرض احنا معترفين بالبرلمان، فكيف أنت إدارة مصرف ليبيا المركزي جديدة وبعد هذه المعركة الطاحنة وبعد هذا التعثر وبعد هذا الانتظار يخرجوا علينا ب7%؟ باقي العشرين الثانية في المية سماحة المفتي قال مكس زقوه، والمحكمة قالت غير قانونية، باهي انتم ولا اعضاء البرلمان قالوا عقيلة ما شاورناش. فبالله من اين اتت قراراتكم هذه يا مصرف ليبيا المركز؟ بالشرع حرام، بالقانون المحكمة قالت كلمتها، بالمنطق بالعقل بالرجولية قالك احنا عقيلة صالح ما شاورناش. والله العظيم أي واحد لا يعمل على أن ينال الشعب هذا حياة كريمة والله ما هو مستمرها، والله ما هو نجحها. راهو دعاء الناس إياكم تستهينوا به، راهو حاجة مخفية. رأي الناس لما يقول اللهم ضيق عليهم زي ما ضيقوا علينا ما هي سهلة. راهو لما يقولوا أنتم ماذا ستقولون لله عز وجل؟ يا سيدي يطلعوا احكوا للناس ما هي مبرراتكم؟ البرلمان قالوا لك لا عمر تنتوش مش محمود عبد العزيز قال لك عقيلة صالح خذي القرار هذا بدون القاعة كتبة في مربوعته. المحكمة قالت لك ال 27% انتم خايفين على الشعب الليبي من الفقر، والله الشعب الليبي لم بحبح، والله غير نحول ال 27% وخلي الشعب يعيش وياكل كويس ويشرب كويس بعد نحول ال 27%. حرام عليكم والله حرام، والله يراو الناس يا اخي سبحان الله. خلي الدولار يرجع 4.60 جنيه ولا 4.30 جنيه ولا مش عارف، وبشوي بشوي بالك ربي يحن ويولي. توا لما طلعنا من المؤتمر في 2015 2016 كان بزوج جنيه و30 ولا زوج جنيه و60، وكنت تعيط ووك ووك ووك. توا اليوم وصل ل 8 و9 وتسفوا في الملح وتقولوا صامت. باي لوين تبوا توصلوا؟ لوين تبوا توصلوا؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أنا عني شخصية لن نسكت على حق، لن نسكت على الحق. 27% هذه يزقون بسماحة المفتي قال، والمحكمة باش بتكلمونا بالاقتصاد تفضلوا نحكوا. يا سلام أطلعوا على الهواء مباشرة ونحكوا، بل تطلعوا أفهم منه. تبوا في المالية وكذا قالوا لكم يعني المالية ما نفهمش فيها، تبوا تحكوا بالقانون والمحكمة أو القانونيين قالوا لكم، تبوا تحكوا بالشرع والفتوى قالوا لكم، تبوا رأي الشارع شوفوا الليبيين شنو يحكوا عليكم.